تعد جامعة الخليل من أقدم الجامعات الفلسطينية، حيث تم تأسيسها في العام 1971 على يد سماحة الشيخ محمد علي الجعبري رحمه الله. يعمل فيها حالياً نخبة من الكادر الأكاديمي والإداري، ويترأسهم الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس أمناء الجامعة. يلتحق بجامعة الخليل حالياً ما يزيد عن 6500 طالب وطالبة، تجاوزت نسبة الإناث فيها 70%، وهذا العدد في تزايد مستمر نظراً لتعدد وتنوع التخصصات التي تطرحها الجامعة، مما يشجع على الإقبال المتزايد عليها، خاصة وأنها تخدم منطقة جنوب الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العالية. للجامعة أكثر من مدخل، فالبوابة الرئيسية لها تقع على الشارع الرئيسي في بئر المحجر. يتم استقبال الطلبة والزائرين من خلال موظفي دائرة الأمن في الجامعة المنتشرين على جميع بوابات الجامعة وداخل مباني وساحات الحرم الجامعي، والذين يعملون على توفير الجو المريح والهادئ للطلبة ويراقبون الالتزام بالنظام والقوانين والسلوك العام. ولإتمام إجراءات عملية القبول للطلبة الجدد يجب القيام بالأمور التالية وبالترتيب: أولاً، الدائرة المالية لحجز مقعد والحصول على رقم جامعي. المبنى الرئيسي هو مبنى الشيخ محمد علي الجعبري، يضم معظم المكاتب والدوائر الإدارية، فالمدخل الأول يؤدي إلى مكاتب رئاسة الجامعة والنواب ودائرة العلاقات العامة والموارد البشرية. يتوجه الطالب الجديد إلى المدخل الثاني للمبنى للوصول إلى الدائرة المالية لدفع رسوم حجز المقعد حسب المبالغ المعلن عنها، ويكون الدفع بالدينار الأردني فقط. أما إذا كان الطالب قد دفع هذه الرسوم في أحد البنوك، فيجب أن يصطحب معه فيشة الإيداع ويقوم بتسليمها إلى أحد الصناديق المالية، ويتسلم الطالب وصلاً مطبوعاً عليه رقمه الجامعي يجب عليه الاحتفاظ به، إضافة إلى نموذج بطاقة الطالب التي يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق صورة شخصية في المكان المخصص لها. ثانياً، عمادة التسجيل والقبول لتسليم الوثائق. يتوجه الطالب بعد ذلك إلى عمادة التسجيل والقبول، وهي بجوار الدائرة المالية، وهي مركز لخدمات الطالب من الناحية الأكاديمية للحصول على جميع الوثائق التي تهمه ضمن مسيرته الأكاديمية منذ دخوله كطالب جديد وحتى التخرج. ولإتمام إجراءات القبول يتوجب على الطالب تسليم الوثائق التالية للعمادة: صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، كرت بطاقة القبول الإلكتروني، نموذج الطالب معبأ بالبيانات ومرفق بصورة شخصية. بهذا يكون الطالب قد أصبح أحد الطلاب المسجلين في جامعة الخليل. وفي المبنى أيضاً مكتب لإدارة قواعد البيانات، وفي الطابق الثاني من هذا المبنى توجد دائرة اللوازم والمستودعات، أما مركز الحاسوب ومسجد الطالبات ففي الطابق الثالث، ويقع مقر كلية الشريعة في الطابق الرابع. ثالثاً، عمادة شؤون الطلبة للتصوير واستلام البطاقة. يحتاج الطالب الجديد التوجه إلى عمادة شؤون الطلبة التي تقع في مبنى الأنشطة الطلابية، وهو مبنى حديث الإنشاء، يوجد فيه مجموعة من المرافق الخدماتية مثل كافيتيريا الجامعة والتي تقدم الوجبات السريعة والساخنة، وكوفي شوب الجامعة المتميز بمشروباته الباردة والساخنة، ويوجد فيه أيضاً عيادة طبيب الجامعة الذي يقدم الرعاية الطبية للطلبة. ويضم المبنى أيضاً سبا الجامعة الرياضي، وقد تم تخصيص الطابق الخامس من هذا المبنى لكلية الصيدلة. عمادة شؤون الطلبة التي توجد في الطابق الأرضي هي أساس لمتابعة الطلبة وحل مشاكلهم وتنمية مواهبهم في شتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية وغير ذلك من النشاطات اللامنهجية.
وعودة لإتمام إجراءات القبول للطالب الجديد الذي يحتاج أن يتوجه إلى غرفة رقم 309 في الطابق الثالث في هذا المبنى ليتم تصويره وإصدار بطاقة جامعية له يجب عليه الاحتفاظ بها طيلة فترة دراسته. مطبوع على هذه البطاقة كلمة سر الدخول للبوابة الأكاديمية الإلكترونية. بذلك يكون الطالب قد أتم جميع الإجراءات المطلوبة منه كطالب جديد في جامعة الخليل. رابعاً، الدخول إلى البوابة الإلكترونية لطباعة برنامج المحاضرات للفصل الأول. يمكن للطالب لاحقاً مراجعة البوابة الأكاديمية الإلكترونية الموجودة على صفحة الجامعة على العنوان www.hebron.edu، وباستخدام رقمه الجامعي وكلمة السر الموجودتان على البطاقة الجامعية يمكنه الدخول من خلال الضغط على رابط البوابة الأكاديمية التي ستوفر له مجموعة من الخدمات الإلكترونية خلال مستقبله الدراسي في الجامعة. يحتاج الطالب إلى الدخول لطباعة برنامج محاضراته للفصل الأول، ويظهر على هذا البرنامج مواعيد وأسماء المساقات المسجلة للطالب إضافة إلى أرقام القاعات الدراسية. ولتسهيل الوصول إلى القاعات تم ترميزها على أساس أن تكون الخانة الأولى فيها ترمز إلى المبنى والثانية إلى الطابق داخل المبنى، فمثلاً القاعة S302 هي في مبنى كلية العلوم في الطابق الثالث. ولنا جولة سريعة في مرافق الجامعة الأخرى، حيث يقع مبنى الدراسات الاستراتيجية مقابل المبنى الرئيسي، ويشتمل على قاعة للمؤتمرات ومقر لمكاتب رئاسة مجلس الأمناء. أما مبنى الملك فيصل بن عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، فتوجد فيه كلية العلوم ومختبرات الحاسوب في الطابق الأول والثاني فيه، وكلية التربية في الطابق الثالث. أما كلية التمريض ففي الطابق الرابع، وتقع كلية التمويل والإدارة في الطابق الخامس. كما يوجد في هذا المبنى مقر راديو علم ومركز للإعلام. في أقصى جنوب الحرم الجامعي يوجد مبنى عمر بن الخطاب الذي يعتبر مقر كلية الآداب بأقسامها المختلفة، إضافة إلى كلية الزراعة ومختبراتها وبعض مختبرات العلوم. ومن المرافق المهمة في الجامعة المكتبة التي تقع في الطابق الرابع في هذا المبنى، حيث توفر المكتبة الخدمات الإلكترونية للبحث في المراجع والمصادر العالمية والعربية والأجنبية، وتشتمل على أكثر من 55,000 كتاب مطبوع. هكذا بدأت الجامعة وتطورت عبر السنوات لتصبح اليوم منارة من منارات فلسطين، وينتشر خريجوها في كل أنحاء الوطن العربي ليعكسوا صورة حضارية لكل فلسطين. نهنئ الطلبة المقبولين والذين انضموا لأسرة الجامعة، ونتمنى لهم التوفيق في ظل هذه الجامعة الغراء.